طنجة نيوز، أول موقع إخباري بشمال المغرب. انا كنت كنسكن في اوروبا انا وهاد السيده، ومني جينا وشفنا هاد الطواليط عجبنا الحال صراحه. عاد عملوا هاد العام، ولكن اللي عصبنا اكثر هي مسدود. هو كاينه متوفر ولكن مسدود. علاش مسدود؟ خصهم يفتحوه، حيتاش كاينه الناس كبارين والناس حاملين. فين عتمشي؟ عتمشي القهوه ما يمكنش، خصك ضروري تشرب شي حاجه انت وثلاثه دولادك ولا العائله ولا هادي باش تقدر تدخل الطواليط. ومن الاحسن يفتحوه حيت مزيون وخصو يتفتح. حشومه ما عندنا فين نمشيو، كنجيو هاد البلاصه باش يكون متوفر شي حاجه. ومن هي هذيك الحاجه متوفره ما تقدرش تحتاجها، اذا صعيب شويه. كنطلبوا منهم يفتحوه. صراحه هادشي هذا بزاف، حيتاش كيشدوه بكري كان ودابا شدوه مره، والعوس غارين. حنا كنقربوا هنايا على حسب العوس غارين كيمشي الطوايط دابا ساعه، ولكن ما عرفتش علاش كيشدوه. ودابا بغاو العوس صغارين يمشيو فيها يمشيو لهنايا. دابا الرياض عرجع خانز على هذا الحساب. الرساله اللي كنوجه للمسؤولين، ملي يعملوا شي حاجه يكملوا فيها، ماشي بقاو يضحكوا على عباد الله. هذا ماشي منظر. ما كرهناش شي الطواليط تفتح والناس كيجيو كيرجعوا بحالهم، يعني فين غيمشيو هاد الناس؟ والله لو مشيت الجامع، حتى الجامع شدوا لنا الطواليط وهي محلوله اليوم، صلينا والحق الحمد لله الطواليط ما كايناش. واخا خصك تودا وديك الشيء ما تجبرش الطواليط. لا ما فيهاش الطواليط، كانت هنايا هذه محلوله زعما جينا عندها واحد مره الحمد لله، ودابا جينا حنا غنرجعوا بحالنا. يعني فين غتمشي انت هنايا؟ راه الناس يعني ما يمكنش. حنا صلينا العصر ومنادم كيجيو كيمشي بحالو. كنقول زعما يفتحوها وما كرهناش يزيدوا حتى الجامع معاها، الناس يصليو، راه حنايا ما غنصليوش نبقاو نهار كامل. كنجيو في الصباح يعني الظهر والعصر نخليوه، ما كرهناش شي حلو الطواليط يعدلوا حتى شي الجامع هنايا قريبه. وهذا الشيء اللي كاين بني انا كنطلب، هذا الشيء اللي كنطلب هي ضروري خص الطواليط يكونوا مفتوحين للواول عند الدراري صغار. كنجيبوهم هنايا ما كنجبروش حتى فين، فهمت، يقضيو الحاجه ديالهم. وهذا بالنسبه فين عسديهم، ما كاينش حتى فين سديهم في الشجار وهادي، فهمتي. الانسان كتجي حشومه ضروري، فهمت. حنا كنشوفوا حتى الناس على برا عندهم اي متنزه كيكون فيه الطواليطات، فهمتي. يعني الانسان كيجبر الراحه ديالو، الانسان ملي كيجي متنزه كيكون خصو ضروري كيجبر الراحه ديالو فين، فهمتي، باش يجبر الراحه ديالو حتى مع الاولاد ديالو. وهادي